كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. هي البداية إذن. سليماني، بدر بانون، يلعب كرة بينية، تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. تصدي رائع من الحارس. طارق حامد، محمود علاء، اليوم الأداء الدفاعي غير عادي. مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ محمد هاني. اختراق جميل على أعتاب المرمى ولا يزال يحاول، مستمر في التقدم إلى الأمام. والآن فرصة للتحول الهجوم. محاولة من جهة اليسار، يا لها من قوة، يرفض الاستسلام أمام هذا الضغط القوي. يحاول تسديده. بدر بانون. الآن فرصتهم للمرتدة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية. فرصة سانحة للتسجيل. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. عمرو السورية يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم ويلعبها عرضية. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية، كرة خطيرة. طارق حامد
يتقدم بقوة بدنية كبيرة. ستيفان الشعراوي عمرو السولية بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. بدر بانون محمود كهربا محمود علاء كرة طولية من الحارس. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول كانت الكلمة فيه للدفاع. ركنية قصيرة لعبة عرضية إلى داخل ال 18. تحرك سريع إلى الأمام. يمر يلعب كرة بينية. محمود كهربا يلعب كرة طويلة. تدرج جميل بالكرة لكن بدون فعالية حقيقية. محمد هاني لمسة بينية. ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية تتحول إلى ركنية بعد ذلك. يبعدونها والتسديد والكرة في الشباك. جول وتحقق أخيرا الهدف الذي كانت تحتاجه المباراة. لعبة من طراز عالي لمسة في منتهى الروعة. تغيير كل شيء الآن. أصبحت النتيجة 1-0. لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. تلعب الكرة جميلة. جول. خذها مني ببساطة. هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة روعة أقدامه وجمال كراته. هدف جميل جدا. يتوقف اللاعب الآن. سيتم إجراء تغيير. بهذا الهدف بهذا التعادل تعود المباراة إلى نقطة البداية.
أظهروا أنهم قادرين على الرد سريع بعد التأخر. توقيت الهدف مهم جدا قبل أن تتأزم الأمور. محمد هاني يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. يمر ويلعب كرة بينية. محمود كهرباء، كهرباء كرة كانت على المرمى، قرر أن يجرب حبة على المرمى في هذه التسديدة لكنه لم يكن موفقا بالتأكيد. راحت الكرة عالية وبعيدة عن المرمى. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. سليماني قد تكون هذه فرصة للتسديد. مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس. ها هي التسديدة، الكرة خطيرة. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. محاولة أخيرة من أجل خطف الانتصار. والعرضية محمود كهرباء يرتكب مخالفة واضحة جدا. هل يمكن أن يستغل على الطاير؟ كان في أفضل مكان لتسجيل هذه الكرة. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. رمية جانبية. محمد هاني يجب أن يكون أكثر سرعة في اللعب. محاولة للتدارك في الوقت الأخير. يلعب كرة بينية، كرة عرضية للقائم الثاني. كهرباء عمرو السورية يلعب كرة بينية طويلة. أعتقد أن اللاعب كان متقدم. نعم تسلل موجود. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة طولية في المساحة الخالية وترجع الكرة إلى الحارس. كرة طولية من الحارس. ها هي صافرة النهاية. مباراة جميلة جدا تنتهي بالتعادل. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي مثل هذه اللقاءات؟ بالتأكيد لا نحب نهايتها.